السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. أتمنى يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة عايزين نكتب حروف خط النسخ بالقلم اللي هو القلم الجاف العادي. في البداية بنعمل حرف الألف بالشكل ده، بنشد خط كده رأسي من فوق لتحت مرتكز على السطر اللي هو ده كده، وبنعمل الهمزة بتاعتنا بالشكل ده اهو كده وبنقف. طيب تعال نعمل حرف الباء، بناخد شرطة صغيرة كده اكنك بتعمل رقم واحد، وبعد كده من هنا اهو ده حرف الباء. طيب حرف التاء اهو، طيب حرف الثاء اهو، دي النقاط بخط النسخ. حرف الجيم بنيجي نعمل كده تقوس بسيط كده اهو، ومن هنا مرتكز اكنه على السطر كده اكنه بمحاذاة سطر الكتابة، ومن هنا بنعمل هلال، وبعد كده بنمشي بمحاذاة سطر الكتابة ونحط النقطة بتاعتنا هنا لو هي جيم، ونحط النقطة بتاعتنا هنا لو هي خاء، ولو هي حاء ما نحطش نقاط خالص. طيب ماشي، حرف الدال، حرف الدال بنيجي نعمل كده شرطة كده ونمشي بمحاذاة سطر الكتابة اهوت، او بنمشي على السطر. طيب الذال بنحط النقطة بتاعتنا هنا. طيب تعالوا نكتب حرف الراء، حرف الراء اهو، نخلنا هنا كده عشان ايه تشوف القلم كويس. حرف الراء بالشكل ده اهو، وبتمشي اكنك بتعمل حرف او اكنك بتعمل رسمة هلال. حرف الزين، السين بتعمل شرطة كده وبعدين ايه رقم سبعة، وبعد كده بتمشي بمحاذاة سطر الكتابة او على سطر الكتابة وبتعمل رقم واحد اللي عملناه هنا، بنيجي نعمله هنا وبنعمل الكاسة بتاعتنا بالشكل ده. ده طبعا حرف السين او حرف الشين. طيب تعال نعمل حرف الصاد، حرف الصاد بنعمل كده شرطة كده لفوق، وبعد كده بننيم شرطة كده صغيرة، وبعد كده ما بنلمس السطر غير في المنطقة دي كده، وبعد كده بنعمل جسم حرف او الكاسة بتاعت حرف السين والشين اهي. طيب تعالوا نعمل حرف الضاد اهو، النقطة بتاعتنا اهي سين صاد ضاد. حرف الطاء بناخد الشكل ده وبنحطه هنا كده اهو، وبنمشي لفوق، وبعد كده بنميل سنة بسيطة كده، وبعد كده بناخد السطر بتاعنا وبنمشي لقدام كده، وهنا بناخد الحرف الالف بناخده نحطه فوق هنا، ولكن بنعمل له حاجة اسمها ايه زلف بسيط كده، وبنمشي كده. ده الطاء والظاء. طيب تعالوا نعمل حرف العين، حرف العين بنيجي نعمل حاجب كده، حاجب صغير كده، وبعد كده بنلف دوران اهو، وبعد كده من هنا بنعمل الحركة دي وبننزل نعمل حرف الجيم او جسم حرف الجيم تحت هنا كده وبنعمل اهو. تمام، يعني في هنا ايه، في هنا دوران اهو اكنه شكل ايه دائري هنا، طبعا العين والغين. طيب الحرف اللي بعد كده حرف الفاء، الفاء بنعمل نقطة صغيرة كده وبنلف حواليها اهو وبنقف، ومن هنا بنعمل جسم حرف ايه الباء او التاء او الثاء اهو، وبنحط النقطة بتاعتنا هنا. طيب حرف القاف، حرف القاف سهل جدا، بناخد الجسم بتاع حرف مش الجسم الرأس بتاعت حرف الفاء وبنعملها هنا كده اهي، لكن بننزل تحت السطر بناخد ايه الكاسة بتاعت حرف السين والصاد، السين والصاد والشين والضاد، وبرضه حرف النون. من هنا بنعمل تحت السطر اهو ودوران ونحط نقطتين بتوعنا بالشكل ده. طيب تعالوا نعمل حرف الكاف، فاء قاف كاف. الكاف بنعمل الزلف بتاع حرف الطاء اللي هو هنا، بناخده نحطه هنا كده، وبنلمس ما بنلمس سطر الكتابة بمقدار نقطة كده، وبنمشي لقدام اهو مثلا اهو، وبنحط الشارة بتاعتنا بالشكل ده. حلو جدا. طيب ماشي، تعالوا نعملها بشكل تاني، بنعمل الكاف كده اهي، وبنمشي بمحاذاة سطر الكتابة بس، بنشد سطر كده وبس، ما بنعملش الشكل ده، وبنعمل همزة هنا كده في حرف الكاف. طيب تعالوا نعمل حرف اللام، بناخد الجزء ده اهو كده اللي هو اللي احنا قلنا عليه اسمه زلف، وبننزل تحت السطر كده
وبنلف دوران نعمل الكاسة بتاعتنا بتاعت حرف السين وحرف الصاد وحرف القاف والحرف اللي هناخده حرف النون. طيب ماشي، قاف كاف لام ميم، حرف الميم بنعمل حرف الميم ازاي؟ بتعمل كده دوران اهوتي، سهل اهوتي، رقم 8 وبعدين بتوصل هنا، ومن النص هنا بنعمل كده، بنعمل الحركة دي كده، نعملها تاني كده اهو، ومن هنا من النص بنعمل كده. طيب عايزين الشكل الايه الصح او الاصح، بنعمل كده نفس اللي احنا عملناه هنا، وبنمشي لقدام اهو بمحاذاة سطر الكتابة، وبعدين بننزل اهو بس. ده طبعا يا جماعة للناس المبتدئين في خط النسخ. طيب ماشي، تعالوا نكتب بحرف حرف اللي بعد كده، حرف الايه، حرف النون، لميم نون. حرف النون بنعمل رقم 1 ونوقفه على السطر هنا، وبعد كده نعمل الكاسة بتاعتنا بالشكل ده، ونحط النقطة بتاعتنا فوق، ما حدش يحط النقطة هنا، النقطة بتكون فوق هنا. تمام. حرف الهاء، حرف الهاء بنيجي نعمل شرطة كده اهي، ونلف من فوقها من هنا كده اهي، ومن هنا بنطلع لفوق كده بالشكل ده، اكننا بنعمل، معذرة، اكننا بنعمل رقم 7 كده يعني. تعال نعمله تاني اهو، او من هنا كده بنعمل حرف الفاء الوسطية بالشكل ده ونمشي على السطر. تعال نعمله تاني، بنعمل كده وبنلف دوران، وبعدين بنعمل كده وبنلف دوران اهو، في نقطة هنا في المنتصف، وبنمشي بمحاذاة سطر الكتابة اهو. يبقى ده حرف ايه؟ حرف الهاء. حبيت ان انت تعمل له الشكل اللي احنا قلناه في الاول، مش مشكلة، عادي، سهلة وبسيطة. حرف الواو، حرف الواو بيتعمل ازاي؟ بنيجي نعمل، شفتوا الرأس بتاع حرف الفاء وحرف القاف؟ بنيجي نحطه هنا كده اهو مثلا، ومن هنا بنعمل جسم حرف الراء كده، وبنعمل جسم حرف الراء بالشكل ده اهو. تعال نعمله تاني بشكل اوضح اهو، ومن هنا اهو. سهل يا جماعه، سهل وبسيط الحمد لله. لام ميم نون ه واو. لام الف، حرف اللام الف بنعمله ازاي؟ من هنا كده بنعمل الشكل ده، ومن هنا بنميل سنه ونلمس سطر ايه؟ الكتابه. ومن هنا بنعمل الشكل ده، وبننزل وبنعمل، بنمشي بمحاذاة سطر الكتابة أو بنمشي على السطر بالشكل ده. نعمله تاني، ممكن نجيبه برضو من هنا أهو كده، وممكن نجيبه من هنا كده أهو، أهم حاجة يكون شكله إيه؟ كويس. تمام. الحرف اللي بعد كده حرف الياء، الياء بنقف هنا كده وبنعمل الرقم الشكل ده كده، رقم أكنه رقم 8، لكن الضلع الاولاني ايه؟ صغير. ومن هنا بنلف دوران اهو وبنلمس سطر الكتابه، وبعد ما بنلمس سطر الكتابه بنلف دوران اهو كده. دي برضو تعتبر كاسه، تعتبر كاسه كده. نكون خلصنا الحروف، يبقى تمت الحروف وإن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.